أولا نشكر قناة الرشيد لمواكبتها هذا الحدث العظيم الذي جمع العراقيين بكل طوائفهم وأديانهم في هذه الساحة، ساحة الشرف، ساحة الأحرار. والله أنا شاركت التظاهرة، شارك أخواني العراقيين كلهم، وحبيت أنبه نقطتين تهم سمعة القضاء. احنا لو عندنا قضاء قوي بالعراق ما وصلت مرحلة الفساد حتى المدارس الابتدائية، هاي أنبه عليها. والنقطة الأخرى أنبه تخص الصحفيين، هم كلمة الحق، والله لولا وجودكم اللي يسوون بينا أتعس من اللي صار بليبيا. فعندما يطل الصحفي قطعة أرض أو يطي منحة حتى على حساب الشعب لا ينقل الحقيقة، هذا اللي أتمناه من عندكم، وإن شاء الله أنتم أكبر من هذا الشيء. والله طالع مظاهرات حالي حال العالم السلمية، أنا أريد البطالة، خرج السجناء والتومينية. والله أريد إن شاء الله يعني يباعون على هذا الشعب، ما أحكي الحكاية، بس أريد يباعون على هاي العالم التعبانة. يعني أساني أشوف أساني مواطن يعني قاعد بتجاوز، يعني هناك بالخارج يصير العمر 20 سنة يحسبوا له راتب، وهذا شنو ذنبنا؟ أنا حمال، عندي 2 أطفال أشتغل، وهم رواتبهم النواب 50 كل واحد، ما ادري ايش قد بالشهر ياخذ. يعني خلي يبعون على العالم التعبانه، والله احنا يعني تعبانين حل. تعبنا، نريد خدمات، صار تموينيه، نريد تعيين، يعني مت تعبنا. تطلع من بيتك تكن نقره طبيه هالقد، تفتح سيارتك تلقاها بنص النقره، المجال طابع علينا البيت، نريد خدمات، نريد تموينيه، نريد تعيين، يعني نشهد عن هيك على روحك، كافي طاله، كافي، قمع كافي. احنا جينا نتظاهر نطالب بالاصلاح السياسي، العملية السياسية قاعد تسير باتجاه الخاطئ، وهذا ما يدمر الوطن والمواطن. وأنصح البرلمان أن يلتفت إلى الشعب ويحاكم المفسدين فورا، وإلا الشعب لن يسكت. احنا جينا مشي على الأقدام، ونطلب من الحكومة توفير كافة الخدمات، لأن خدمات هسه ما عندنا احنا بالعراق، مثل المي، الكهرباء، البطاقة التموينية، نرجو من عندهم يوفرونها، واحنا جايين من أجل هاي، ما عندنا مثل مطالب احنا تعجيزية. قبل أن أقدم طلباتي اللي هي جزء من طلبات هذه التظاهرة، لابد لي من التأكيد على 3 أشياء. أولا التأكيد على سلمية التظاهر، 2 التأكيد على شرعية النظام والعملية السياسية، لأن المساس بالعملية السياسية معناها الذهاب إلى المجهول بالعراق، ولا أحد منا يريد بالعراق الذهاب إلى المجهول. 3 التأكيد على أن الجماهير لا تستهدف السيد المالكي بشخصه، وانما تستهدف الاداء السيء للطبقه السياسيه الحاكمه برمتها. الطلبات: اولا فتح ملف الفساد وبشكل عاجل ليعرف الراي العام من هم المفسدون ومن هم اللصوص. هناك 2 هناك غياب تام لنظام العقوبات في الدوله العراقيه، بسبب ان نظام التوافقات قد حل محل القانون. الدعوه الى حل مبدا التوافق والمحاصصة والذهاب إلى حكومة أغلبية ومعارضة ليعرف المسيء من المجيد. 3 أن القضاء له دور فاعل، والقضاء بالعراق الآن دور بائس، مطلوب من القضاء تفعيل دوره وتفعيله بشكل مفصلي وتاريخي وأساسي، وضرب بيد من حديد على المفسدين.